يقول أحسن الله إليكم: خرج في التلفاز من يمثل القضاة بصورة بشعة في المظهر، وأنهم لا يتورعون في الحكم، وأنهم ظلمة، فهل هذا من الاستهزاء في الدين؟ حسابه على الله، حسابه على الله. هل تظنون أنه بيهمل ويروح بس؟ هذا حسابه على الله، والله له بالمرصاد، وسيقع في يوم من الأيام ويندم. فالله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. نعم.